إذا عندنا هون مثلا هذا مثال على البو، هذا مثال على البولن بيم، هدفي اني اتحكم في هاي الكرة في مكان معين. فمثلا هاي الكرة هلا لازم يكون في عندي نوع من الفيدباك في البداية، فلازم اكون هون حاطط سنسر، سنسر او ترانسديوسر. هلا في شغلة مهمة لازم نتذكرها، اذا السنسر له ترانسفير فانكشن ايش لازم اعمل؟ لازم ناخذها بعين الاعتبار. اوكي، فهذا السنسر ممكن يكون له مثلا اتش اوف اس. اوكي، هذا راح ياثر لانه هون راح يصير هذا في الفيدباك باث. فعندي هون من الاوتبوت عندي هون السنسر مثلا اتش اوف اس، واتش اوف اس هون راح ترجع اذا كانه سنجل انبوت سنجل اوتبوت. هون انا راح اغير في مثلا في تبعت المحرك في اوف تي هي الانبوت كنترول فيريبل. هلا في البدايه بدي اطلع الموديل تبع السيستم بغض النظر عن السنسر. لو بداية أهملنا السنسر إيش عندي هون الانبوت، الانبوت فاريبل صار هون الفولتج، الفولتج اللي بحطه على التيرمينالز تبعت الدي سي موتور. هلا رح أفترض إنه الدي سي موتور إلى كونستانت فيلد إكسايتيشن، لكن بدنا نتذكر الدي سي موتور كمان إله ال اي إله ار. أوكي، هذا رح يؤدي وجود بول إضافي جاي من الدي سي موتور. فهدول ال على ار اي راح تعطيني تايم كونستانت، او ار اي على ال اي راح تعطيني راديانس بير سكند فريكونسي. هلا كمان هاي كلها الها ماس وهاي الها ماس، فهذا كله راح يعطيني كمان، فهون راح يعطيني ترانسفير فانكشن. هلا وبعدين هذه نفسها كمان الها ماس من هون الكره، الماس تبعت البول اللي موجوده هون، وفي بوزيشن. ايش الاوتبوت اللي بتحكم فيه او الاوتبوت اللي بيطلع عندي لو فكرت فيها سنجل؟ اللي هو بوزيشن تبع البول على هذا الخط اللي موجود هون. اذا هي الكنترول سيستم، كنترول سيستم انبوت من هون وعمال بيتحكم في البوزيشن تبعت البول اللي موجوده هون. طبعا هذا له ترانسفير فانكشن، بيطلع له ترانسفير فانكشن، وحسب بدي افترض انه الاكسايتيشن هون كونستانت اللي هو الفيلد تبع الدي سي موتور، فانا بغير الفولتج عبر الدي سي موتور بتغير التورك، التورك بياثر على هاي البول اللي موجوده هون، وهاي راح يكون فيها طبعا اي بي، مش هيك؟ اي ايش اي؟ مومنت اوف انيرشا تبع هذا البول، وهي راح تتحرك، وهذا له ماس طبعا وله ماس كمان حوالين النقطه هاي، راح يصير في عندي انبوت واوتبوت، هي السيستم هذا بتحكم فيه. بعدين اذا ضفت السنسر، والسنسر يا اما بكون زيرو اوردر السنسر، اذا كان زيرو اوردر ايش يعني ترانسفير فانكشن تبعته؟ كي ما فيش اي، خلص هو كي، فاللي بدخله على الانبوت بيطلع على الاوتبوت. هذا صحيح اذا كان الترانسفير فانكشن او البول اللي بعطيني اياه هذا السنسر او البولز اكبر من كثير كبولز من شو يعني اكبر بكثير كبولز؟ ابعد بعيدين جدا عن الايماجينري اكسس. اوكي، اذا عندي هون الايماجينري اكسس اللي موجود هون، اذا البولز تبعون السنسر بعاد كثير بالنسبه للسيستم مثلا حسب وين السيستم البولز تبعته، اذا كانوا 10 اضعاف الريل فاليو معناها عاده بهمل السنسر. اذا ما كان هذا الكلام صحيح لازم ادخله، لانه السنسر رح ياثر على الريسبونس تبع السيستم. لانه صحيح انا بتحكم بالبول من هون، بس انا ما بعرف عن حركه البول الا عن طريق السنسر. فاذا السنسر فيه بول فيرست اوردر سيستم مثلا، هو راح ياخر الريسبونس اللي بيرجع للكنترولر، فراح يصير جزء من الترانسفير فانكشن تبعت السيستم كله ككل. اوكي، هاي البول وهدفي هون، هدفي اني اتغلب على ديستربنسز او اني احرك من مكان لمكان. يعني يا اما بقول انا بدي اتغلب على الديستربنس لو اجى شيء دفش الكره مثلا من هون، بدي ارد ارجعه للمكان الاصلي اللي موجود هون، او ممكن اقول لك انا بدي اتحرك الكره هاي من مكان 50 سنتيمتر مثلا لمكان 20 سنتيمتر. فبكون عندي كانه سيرفو، بنسميه هذا سيرفو، او اذا كان بده يتغلب على الديستربنس بكون ريجيليتر. الكنترول سيستم يا بيشتغل كسيرفو يا بيشتغل كريجيليتر. اوكي، واضح هذا السيستم، هذا بدنا نمشي فيه في كل المراحل. بس الصعوبه اللي عندي الان بدنا نعرف هذا المحرك البارامترز تبعته. هلا هم الطلاب اللي فرجيكم في فيديو مجموعه اشياء اشتغلوها في طلاب مشروع، استعملوا هون سيرفو موتور. بدكم تفكروا تشوفوا السيرفو موتور هذا كيف بدنا نفترض، ايش نفترض الاوردر تبعه، ايش الترانسفير فانكشن تبعته والاشياء زي. اوكي، هذه من المسائل الصعبه تبعت بالكونترول.